السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أفكار جديدة ناجحة مع أم جنات. سمحوا لي، أنا كنت دايرة في القناة ديالي أحلى وأبسط شي ومع أم جنات، وفكرت مزيان قلت نشارك معكم الخياطة الطهية، حتى أنا الخياطة ديال المهنة ديالي هي الخياطة. وكنشكر صاحبتي اللي في العيون الصحراء اللي صيفطت ليا الخاص وقالت لي بغيناك تشاركينا حتى الخياطه حتى هي. كنشكرها بزاف، هذا المنبر هذا كنشكرها بزاف. هي صاحبتي من الصغر ديالي اللي كانت اختي وعائلتي وصاحبتي، وتفرقت معها مشات مسكينه تجوجات العيون، ولكن حنا ديما على الاتصال. كنشكرها بزاف، هي اللي اقترحت عليا هذه الفكره. كنت دايره غير شهيوات، وملي قالت لي هذه الفكره صافي اخترتها وعجبتني، وكنفضل ان شاء الله نشارك معكم حتى هذه الخياطه حتى هي، نشارك معكم الشهيوات والخياطه. وكنتمنى يعجبكم هاد الافكار اللي فكرت فيها، واللي عجبها الفيديو ديالي تصيفط ليا في التعليقات، وان شاء الله راه غنستافدوا معايا. قبل ما نبداو ان شاء الله سميتو غندير واحد البوريلول ديال الصيف، كيجي سهل في الخياطه ديالو، والبنات اللي ما كيعرفوش الخياطه راه غيتعلموا غير من سميتو. هو سهل، جوج دقائق تجمعيه فيه، والتقطع ديالو سهله، والخياطه ديالو حتى هي سهله وزوين في الصيف. دابا حنا على ابواب الصيف، ويلاو معايا ان شاء الله باش تعلموا معايا كيفاش ندير البوريلور. دابا نوري لكم البنات البوريلور اللي قلت لكم. هذا راه بيض خيطو، سبق ليا خيطو، مازال ما صلحتو، غير بغيت نوري لكم الطريقه كي داير. ها هو الشكل ديالو، باقي مازال ما تصلح. هذا كيصلح البنات تلبسي مع الصاية مع السروال الجين. وكان البوريلور اللي نازل تاع لتحت كيكون فيه 2 متر في الطول ديالو، هذا فيه غير مترونس، وهذا حتى هو راه خدمته معاه. حتى لشي مرة ان شاء الله نوريكم الطريقة ديالو. ها هو البنات، وهنا درت فيه لاستيك، شوية ديال لاستيك باش طلعتو شوية على حسب الديكور. ها هو البنات راه جا زوين. المهم دابا زيدوا معايا باش نوري لكم الطريقه ديالو، اللي عجبها ديرو، واللي عجبها الفيديو ديالي تصيفط ليا في التعليقات باش ان شاء الله نزيد لكم ان شاء الله في المزيد. انا جبت فيه 2 متر. ها هو كاينين فيه الديكور زوينين على حسب كل واحد الذوق اللي كيعجبو. انا جبت فيه 2 متر في هذا، بغيت ندير فيه البوريلو حتى لتحت. دابا ان شاء الله غنبداو. عندي هنا الورق الابيض، غنزوم طوي على جوج بحال الثوب تماما، جوج متر ديال الثوب. بحال قلنا عندنا هنا جوج متر ديال الثوب، بحال قلتي عندنا متر ونص في العرض وجوج متر في الطول، على ربعة. بحال طوينا الثوب على ربعة، كناخدو في الثوب كنديرو 8 سنتيم، في العنق حنا غنديرو هنا غير 2 سنتيم على حسب الكل. نقسمو الكتف على جوج، كتعطينا انا عندي في الكتف ديال 44، نتوما تشوفوا الكتف ديالكم شحال فيه. غتقسمو الكتف على جوج، داكشي اللي عطاتكم كديروه هكا، داكشي اللي عطاتكم انا عطاتني 22، كديري 22 في الكتف، وكديري سميتو السطر هكا. انا غندير ما غنديرش 22 في الورقه، المهم الثوب غديري غندير فيه 22 صافي. دابا هنا غنحسبو، الا قلنا كاع عندنا غنديرو 5 صافي، هكا اللي غنديرو ان شاء الله. وغنزلو في اليدين، عندنا هنا اليدين، غنزيدو شويه ديال اليدين تقريبا شحال ديال اليدين، داكشي كنزيدو في اليدين نزيدو تقريبا 3 و2 سنتيم صافي. كنزلوه هكا ب 3 سنتيم هكاك، الكمام على حسب داكشي اللي بيتو نتوما، بيتو
10 سنتيم 12 سنتيم على حسب داكشي اللي بغيتو تنزلو بيه. صافي كتنزلو بهكا صافي وكتجيو لتحت كتشدو القياس اللي بغيتو نتوما في الطول. القياس اللي بغيتو نتوما هنا فيه 15 سنتيم نتوما على حسب الطول اللي بغيتو، وكتشدو ديرو 30 سنتيم هنا كتبداو من هنا هنا اللي مسدود 30 سنتيم وكديروا ليه هكا صافي وكتشدوا من ديك البلاصه تاع اليد لتحت ديال اليد وكديروا ليه هكا. هذا هو اليد ديالنا، اليد خصو يكون واسع شويه بحال تقريبا هذا. صافي غنقطعوا البوريرو ديالنا غنقطعو الكل هو البوريرو ديالنا دابا، ولكن مازال ما كملناه. غناخدوه ونديرو ليه تاني هكا، انتبهوا معايا بحال هزينا التوب تقريبا درنا ليه هكا. غنمشيو عند العنق، ها هو العنق كندخلو به تقريبا بسميتو 4 سنتيم هيا، وكنديروا ليه هكا صافي وكندورو هكا. هذه الجهه ديال الامام اللي غنحلو وكنجيو لهنا هذا الاخر ديال سميتو ديال الجناب كنديروا 2 سنتيم، وفي التوب تقريبا غديروا 10 سنتيم صافي ونديروا ليه هكا. هذا هو البوريرو ديالنا، دابا غنقطعو ونمشيو عند الكل نقطعوه. ها هو البوريرو ديالنا واجد دابا، ها هو البنات شفتوه، هذا هو البوريرو دابا واجد. دابا كتخيطو هنا اللي عندها الماكينه، تخيط هنايا هنا هاد البلاصه اللي درت فيها هنايا لاستيك، كتخيطو هنايا وتجمعو هنا تويو على سميتو 1 سنتيم صافي، وتجمعو هنا حتى هو تسدوه. وهنا غتجمعو ديرو 2 سنتيم، تخليو 2 سنتيم وتجمعو فيه بحال هكا تويو سميتو على 2 هكا صافي وتويو. هذا هو البوريرو ديالنا البنات، كنتمنى يعجبكم، راه ساهل غير زعمو شويه. المهم البنات الى عجبكم الفيديو ديالي اليوم كنتمنى تصيفطوا ليا في التعليقات وديروا ليا جيم، واللي ما مشتركش معايا شارك معايا باش ان شاء الله يوصلكم الجديد ديالي.